طلعت في وسط البلد على كافيه في وسط البلد بالصدفه، قابلت ثلاث امناء شرطه قاعدين فندهولي، اعرف واحد منهم فقال لي انت ما كنتش معاهم ليه يوم الجمعه؟ يوم الجمعه ده كان هجوم في يوم الجمعه اللي فاتت بالليل، قفل النور في ميدان التحرير وخدوا اتنين، فالشباب راحوا من هنا عشان يجيبوا الاتنين اللي اتاخدوا في القسم. بقول له انا ما كنتش موجود عادي والله ما فيش مشكله، فقال لي لا ازاي ما كنتش موجود؟ ازاي ما تروحش يعني؟ قلت له يعني انت مصور كل واحد راح؟ قال لي اكيد. بعدها بخمس دقايق بالظبط انا رايح اصر في مكان، المكان ده هو بيروح يقف فيه تحت المفروض خدمه كازينو في وسط البلد. بعدها بنص ساعه قلت هروح اجيب سجاير، فالمهم رحت اجيب حاجه من سوبر ماركت قريب، فلفيت من قدام الكازينو لقيت العربيات دوج النبيتي ديت، دوج النبيتي واقفه قدام الكازينو، فشدتني طبعا لان هي المكان دوت عباره عن غرزه مش كباريه حاجه عاليه يعني. فبصيت على العربيه ما كانش في حد واقف. بعدها بساعه ونص كنا بنوصل حد زميلنا وفارغين بعربيه كده، فلقيت العربيه لسه زي ما هي واقفه، وواحد جوه العربيه وثلاثه واقفين بره، ثلاث امناء والثلاث اشخاص اللي كانوا في الحادث، منهم الاسمراني اللي انا شفته، واحد تاني كده حالق كابوريا. فبصيت قلت عادي ممكن يكونوا بيبصوا على بطايقهم او رخص العربيه وبتاعهم، فمشيت عادي مفيش اي مشكله. بعدها بحوالي ساعه بالظبط بداوا يتحركوا في شارع ثلاث حرب بالعربيه، يامركوا ويمشوا بيها ويفرملوا كان حد من صاحبها، ده واحد واخدها ينفذ بيها عمليه وهيرجعها لصاحبها تاني. فبعديها بحوالي ساعه عرفت الخبر اطلاق النيران او دخولهم ميدان التحرير ان هو ضربوا النار على الشباب ووقعوا مهند. انا واحد من اللي كان المفروض يعتدي عليهم، الناس اللي نازله جري ورانا بفرده حي، اول ما نزلوا الميدان انا ومهند، مهند خد طلقه خرطوش وانا يعني الحمد لله قدرت ان انا اجري منهم.